متابعينا في الأردن، أسعد الله صباحكم بكل الخير، وإليكم الآن النشرة الجوية. اليوم الثلاثاء لا تزال الأجواء الربيعية المعتدلة تسيطر على معظم مناطق المملكة وأجواء نوعاً ما دافئة. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة فترة الإفطار في العاصمة عمان، بتسجل 22 درجة مئوية، غيوم متفرقة، الرطوبة عالية 92% وسرعة الرياح 22 كيلومتر في الساعة. كالعادة نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة في معظم مناطق المملكة ابتداء شمالا وإربد نهار، بتسجل بين 21 و 12، المفرق بين 24 و 12، جرش 23 و 13، وعجلون 21 درجة مئوية نهارا، 12 درجة مئوية بتسجلها ليلا، وغيوم متفرقة في هذه المناطق. ننتقل الآن للمناطق الوسطى مع العاصمة عمان بين 22 و 13، الزرقاء 25 و 14، كلمة البلقاء ومادبة 23 نهارا 13 ليلا وغيوم متفرقة، البحر الميت أجواء دافئة وغيوم متفرقة 29 نهارا و22 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. المنطقة الجنوبية الكرك 22 نهارا 14 ليلا، الطفيلة والشوبك 21 نهارا ليلا بتنزل ل 15، معان 26 نهارا أجواء مشمسة و13 درجة مئوية ليلا، العقبة بين 31 نهارا أجواء دافئة و21 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. أخيرا المناطق الشرقية، كلمة الصفاوي أرويشد والأزرق، درجة حرارة متقاربة بين 27 نهارا وليلا بتنخفض ل 14 درجة مئوية، وتنبيه إلى وجود غبار خفيف في هذه المناطق. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة. تابعوا تفاصيل نشرات طقس العرب، وإلى اللقاء.